السلام عليكم اخوتي، وتبارك الله عليكم ونهاركم مبارك سعيد. كالعاده المشكله الوحيده هي ديال الاشقاء الجزائريين الشعب، ولكن ولد عمي دوك الحكام كل مره قطع هذه قطع هذه، وحنا ما مسوقينش. واش المغرب راه بالخيرات ديالو راه كيدعمش لا ما حاجه، راه ما مسوقين حتى لواحد. غير بغيت نقول لك هذاك حشومه كاع جبد سميتك، ولا الحكام ديال الجزائر هذوك الجنرالات، الى عندكم كيديروا الكره الارضيه شي قدره ميلوا على حدا، تبعدوا ولا نبعدوا، الله يرحمك من الوالدين. ما فهمتش المغرب فاش خسر لكم ولا فاش ضيع لكم. ما عليناش، قال لك اودي كنا المغرب كيمد يد العون وما كيقبلوهاش. في الاخير قال لك اودي الجو الطيران المغربي ممنوع يفوت على واش حنا مسوقين لك. اللي عنده باب وحده الله يغلقها عليه. الى عندك شي سالو ديال الاكسجين باش نبقاو نتنفسو سد مو، راه ماشي انت اللي خاسر، انت جينيرال، لي جينيرال اللي معاك حكام هذوك الاتباع ديال فرنسا والاتباع ديال دول اخرى اللي كتدعم، انت غير بيدك هذاك الرئيس طبون، انت راك غير بيدك، انت لي جينيرال ديالك كدير غير العيب. هو عاش الشعب الجزائري، حنا خاوه خاوه مهما كان الحال، ونطلع من الشعب الجزائري اقسم بالله ينوضو شي مظاهره ما طريتش. واخا كاين شويه ديال الاتباع ديال هذوك كيما الحركيين ماشي مشكل، نوضو ديرو شي مظاهره، نوضو ديرو شي فتنه، ما عرف واش غادي نقول لك. الفتنه ما يبغيها لا ربي لا عبدو. وشنو هي هاد الناس هادو، ها وشنو خصهم؟ واش نتايا ما عندكش البطاطا، ما عندكش الحوانت؟ الحوانت على ما كيعاودوا لنا الاخوان ديالنا في الجزائر، عندي صحابي وعندي عائله، السده خاويه، السده ما كتلقى فيها حتى حاجه. الخبز بلاشين، اي حاجه بلاشين، تور الا بغيت خبزه خصك تبكر مع زوج ديال الليل باش تدبر خبزه باش تفطر الصباح، وفي التالي كتقول غلق الجو. يزيد عليك العسكر ديالك ما كيبتزو، راه المغرب عنده جنود ديالو، المغرب قاد بسوقه، المغرب والله ما على بالو بكم. نتلم الدول العظمى يدخلوا ويبلعوا هذا، راه لو كان بنادم بغى العنف، العنف راه سهل، العيب سهل. وشنو هي باش تولي ترد الخاوة كما كانت؟ واخا مهما كان الحال، عاش الملك وعاش المغرب من طنجة للقويرة، المغرب قاد بسوقه. البيدق ديال البيدق، بيدق كيما نقولو حنا، بيدق على طبون، هو ربي بعدا ربي ولا كيما هي الموت بيد الله سبحانه وتعالى. هو جوج ديال الرؤساء سابقين، هو بوتفليقة واش شد معاه، دا غير العيب. هو مات لا بز لا من يغز. نمشيو لواحد خور سعدان لك سميتو، هذاك اللي مات عاوتاني. ما فهمتش الحكام ديال الجزائريين دابا داين واحد واقفين مسمار على المغرب. المغرب عنده الخيرات ديالو، الشعب يبغي الملك والملك يبغي الشعب ديالو، نتوما عندكم فاش جيتو. ونطلب من القبائل ينوضو يحركوا شويه الناعوره، يسخنوا الطرح، القبائل الاحرار الشلوح، باش هاد المهزله تكمل. كل مره كتخرجوا بقرار، دوك المشكله كتخرجوا بشي قرار حنا لا علاقه لنا. الجو هو التالي، الجو راه ما عندك حتى شي، راك تغلق اللي بغيت تغلق. كاين واحد الطريق دوليه اللي كتفوت معاها، ما فهمتش انا هاد بغيت تقطع صله الرحم مع المغاربه، والله يجعل ربي وليدي يسلط عليك شي مصيبه انت وهذوك الحكام، وتجي شي قدره الهيه اللي تجمع الشمل. حنا بغينا غير الشمل تجمع لحقاش، علاش؟ عندنا عائلتنا، احبابنا، صحابنا، خاوه خاوه، ها رحنا، ها وجده بوكانون، كل شيء مجاور معنا. فجاتك قلنا شكون دافعك ولا نروح ندورو معاك، نجمعوك نديرو شي طبق ونجمعو لك المغاربة كاملين، نجمعو لك بركة. راه والله ما تخص ان شاء الله، بغيت تعيش في المغرب روح تعيش. المغرب راه عندهم تاريخ من العرب وزيد حتى اليهود، والمغرب مسالم وعاش الملك. داكشي اللي بغيت نقول لهذا طبون، سير الله عطى الله عليك الى يوم الدين، انت وهاد الحكام الجزائريين تكافى غير مع تكنا الانسان. قال لك انت مخصوص واحد الحاجه، عشان دير العيب
بالعكس المغرب عنده كل الخيرات، وجارك لاصق معاك فين باغي توصل. واش انت ما مشبعش انت بزك؟ كل شيء مخصوصين منه، وغتمشي دير الصلاح ولا غتمشي تشري السلاح؟ غير نفهم اين كان المهم المغرب، اسمية المغرب راها واعرة عليك. وتحيا خوتنا الجزائريين، وتحياتي بهذا المنبر كما نقولوا، تحياتي الجزائريين الأحرار. والله يجعل ربي يغلبكم عليهم، والله يجعل ربي يحفظكم. احنا خاوة خاوة، هما الحكام ديال الجزائر ديما كنجبدوها، نعرض الله عليكم. باغيين شي حاجة اهدرو، كاين طابلة كاين حوار، مفهمتش. مهم راه كاين رئيس كاين وزراء، راه ما كان سميتو رئيس ولا سميتو وزراء حتى يكون عنده واحد التفكير باش كيخدم، ماشي غير حمار جالس في كرسي الرا الشاشة. وكل شيء على وضوح، المغرب والدول كاملة عارفين اشنو كاين.